حصريا على استديو الابداع الفني. احجز لنا يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واعلى مكان. لو تدري من جالك هنا يا كنترول، لو طب في مجمعنا وكحلت العيان. احجز لنا يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واعلى مكان. لو تدري من جالك هنا يا كنترول، على استديو الابداع الفني. فضل وعذار ودلل ومريم هذا الدهول، اربع صبايا ميرنا احسبهم زمان. الكل منهم من حلاها والقبول، عن مرة من العرب والترجمان. حصرين عين الزين على استديو الابداع الفني. عقاري هي يدخل الحر الحسان، مريم من فاخر كل من فيها الزمان. ومثلهم بالمملكة عرض وطول، أراهن بهن العرب واكسب رهان. إذا احضرن بالملعب عنهن نقول، اللي وراهم في خبر كان وكان. ما مثلهم بالمملكة عرض وطول، أراهن بهن العرب واكسب رهان. احضرن بالملعب ظهور الكل زور، مثل اللعب احلى حضر فالازديار. معدن ذهب بين وجد في كل مول، واسمه من اسمه ربح فات وراه ضمان. ما يكسبه ياكوت من حظه يهود، ولا استجابه دعوه ابن الرمضان. بنات حزب المواقف والفعول، اشهر من الشمس ومشاهير الزمان. يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واغلى مكان. لو تدري من جانا يا كنترول، لطب بمسمعنا وكحت العيان. حصريا على استديو الابداع الفني. يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واعلى مكان. لو تدري من جالك هنا يا كنترول، لطب بمسمعنا وكحت العيان. احجز لنا يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واعلى مكان. لو تدري من جالك هنا يا كنترول، لطب بمسمعنا وكحت العيان. فضل وعذار ودلل ومريم هذا الدخول، اربع صبايا ميرنا احسبهم زمان. الكل منهم حصرين على الاستديو الابداع الفني. فاطمه عين الزين والطرف الخجول، عقاري هي نسخة الحر الحسان. حصرين على الاستديو الابداع الفني. مريم من فاخر كل من فيها الزمان. ما مثلهم بالمملكة عرض وطول، أراهن بهن العرب واكسب رهان. إذا احضرن بالملعب عنهن نقول، اللي وراه في خبر كان وكان. ما مثلهم بالمملكة عرض وطول، أراهن بهن العرب واكسب رهان. إذا احضرن بالملعب عنهن نقول، اللي وراه في خبر كان وكان. أجوالهن أحفى ظهور الكل زور، مثل اللعب احلى حضر فالازديار. معدن ذهب بين وجد في كل مول، واسمه من اسمه ربح فات وراه ضمان. ما يكسبه ياكوت من حظه يهود، ولا استجابه دعوه بليل رمضان. بنات حزم بالمواقف والفعول، اشهر من الشمس ومشاهير الزمان. احجز لنا يا كنترول اول دخول، اغلى سعر واحلى حلا واغلى مكان. تدري من جانا يا كنترول، لطب بمسمعنا وكحت العيان. حصريا على استديو الابداع الفني.